هؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. هنا قال الجواب السابع: أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، فأكفرهم مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون يحجون يجاهدون، لكنهم قالوا هذه الكلمة فأوبقت دنياهم وأخراهم. قالوا إيش؟ ما رأينا مثل أصحابنا هؤلاء، أرغب بطون وأكذب ألسنة ونحو ذلك من الكلام الباطل. هذه الكلمة أو بسبب هذه الكلمة خسروا الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا قال الشيخ: فتأمل هذه الشبهة اللي هي الأجوبة هذه كلها في ردها، وهي قولهم تكفرون المسلمين وهم أناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الرسالة. جواب عظيم اللي ذكر الشيخ. إذن لا تغتر بكل من قال لا إله إلا الله، حتى يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، قد أتى بشروطها وابتعد عن نواقضها. إذا فعل ذلك نفعته لا إله إلا الله، وإلا لا تنفعه، بل قد تكون وبالا عليه. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.